أحسن الله إليكم. العنود من جدة تقول: ما الآثار المترتبة على المرأة التي لا تطيع الزوج وما حكم الشرع في ذلك؟ هذه ناشز وعليها وعيد شديد، ومن باتت زوجها ساخط عليها فإنه يلعنها من في السماء كما في الحديث. لا يجوز لها أن تعصي زوجها فيما يجب عليها له من الحقوق، ولا يجوز لها أن تسأله الطلاق من غير ما باس. من سألت زوجها الطلاق من غير ما باس فحرام عليها رائحة الجنة كما في الحديث. وحق الزوج على امرأته حق كبير، قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها. نعم.